شاركت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي متابعيها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بلطشة حبت أنه توصلها لأحدى الشخصيات اللي ما ذكرت اسمها، وكتبت هيفا: حرام، في وحدة كلمة تشوف لي صور جديدة بتنجلد، وفجأة بتتذكر سيناريو جديد وقصص خيالية مريضة. رد الفنان المصري محمد رمضان على الفنانة المصرية بشرة بعد ما طرحت أغنية وكليب جديد بعنوان كوبرا، وأشار كتار إلى أنه هالعمل هو رد من بشرة على أعمال نمبر وان والملك لمحمد رمضان. ورد رمضان بطريقته الخاصة حيث نشر فيديو عبارة عن عدة فيديوهات لجمهوره اللي كانوا عم بغنوا أغنيته الملك. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر إلقاء القبض على مشغل شبكة دعارة بسوريا، وتحدثت بعض الأخبار عن علاقة بعض الممثلين والفنانين السوريين بهالشبكة، ومن بينهم يزن السيد. الممثل يزن السيد خرج عن صمته وأطل بفيديو توضيحي عبر حسابه الخاص شرح فيه تفاصيل اللي صار ونفى علاقته بالموضوع. هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان الممثلة المصرية رانيا يوسف، حيث نشرت العيدان عبر صفحاتها على مواقع التواصل صورة لرانيا يوسف من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بمناسبة الأعياد، وارتدت فيها فستان من اللون الأخضر، وقامت العيدان بدمج صورة يوسف مع صورة ضفدع وعلقت عليها: رانيا يوسف والبطاني مجددا، شكلها قررت تكون ممثلة بورنو. على الرغم من انفصالهم قبل شهور، يبدو أن النجمة العالمية ريهانا وحبيبة حسن جميل قرروا العودة لبعض مجددا، فخطفوا الأنظار مؤخرا بظهورهم الأول بعد انفصالهم رسميا حيث تواعدوا على العشاء، وظهر الثنائي وهن عم بمضوا أوقات مميزة مع بعض بالعشاء الرومانسي اللي جمعهم بأحد المطاعم بماليبو. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكم كل جديد.